القرنيات هو القرنيات السفلى داخل الأنف. عندنا سفلى وسطى وعلوية، وسفلى وسطى وعلوية في الجهتين. تصغير القرنيات في الغالب يتم للقرنيات السفلى، وتعديل الحاجز الأنفي فهو ما يكون أشد البعد عن مراكز الشم الموجودة في الأغشية المخاطية داخل الأنف. لكن في بعض الحالات يتم استئصال جزء من القرنية الوسطى، وبالتالي تبدأ تتأثر نوعا ما حاسة الشم. لكن إجابة على سؤالك، بما أنه بعد العملية كانت حاسة الشم سليمة، في الغالب ما بتتأثر ولا تضعف، لكن مع إصابة كورونا الفيروس أصاب العصب، وللأسف الشديد يبدأ يأثر على حساسية هذا العصب ويبدأ يسوي فقدان الشم هذا. وإن شاء الله بالتدريب وبعض العلاجات إن شاء الله بيرجع يتحسن العصب، ترجع الأمور تمام إن شاء الله. أحد أكثر الأسباب اللي تسبب الطنين شيوعاً في المجتمع عندنا في السعودية هو الضغوطات اللي بتجي للرقبة والاسترس والضغوطات النفسية. وأثبتت التجارب والأبحاث العلمية استفادة هذه من شيء اسمه دراي نيدل أو الوخز بالإبر الناشفة، اللي هو زي الإبر الصينية يعني. في مناطق معينة في الغالب بنفذها الأخصائي العلاج الطبيعي، أول واحد إذا متدرب على الإبر الصينية يسويها. نعم في بعض الحالات نعم يقلل نسبة التسبب في هذه المشكلة، ويبدأ المريض شوي شوي يبدأ يتحسن عنده أعراض هذه الطنين. هذه مريضة تسأل تقول دكتور ولدي عمره 16 سنة ويعاني دائما من تكدس الشمع. في الغالب مشكلة تكدس الشمع في الإذن تكون بسبب أنه الواحد عنده مشكلة في الفك، فبدل وخلال عملية المضغ الطعام هو بيأكل، بدل ما الشمع يتحرك على برا بالطريقة الطبيعية يبدأ يتكدس على جوا، إلين ما يوصل لمرحلة يقفل تماما القناة الخارجية، ويشتكي المريض وقتها من انسداد أو ضعف سمع توصيلي. في هذه الحالات الأفضل مراجعة الطبيب تقريبا كل 6 شهور. العلاج النهائي لهذه المشكلة عمل تقويم للأسنان لو كانت في مشكلة في القفلة، أو مراجعة طبيب وجه وفكين بعد استشارة طبيب الأذن إن شاء الله، عشان يقول لك بالضبط إيش المشكلة في الولد والفك.